وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل المسلمين. من حمل علينا السلاح يعني من قاتل المسلمين فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا وعيد شديد، لأن الله عصم دماء المؤمنين والمسلمين بالإسلام، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله حرم دماء المسلمين، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: ثيب الزاني والنفس بالنفس، تارك لدينه، المفارق للجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، حريصا على قتل صاحبه، فعوقب بنيته، عوقب بنيته والعياذ بالله. فكيف إذا قتل وباشر القتل؟ فمن نوى أن يقتل مسلما حتى ولو لم يقتله فإنه عليه هذا العقوبة، إلا إذا تركه توبة، إذا ترك قتله توبة فإن الله يتوب عليه. لكن إذا ترك قتله لأنه لم يظفر به أو امتنع عليه فهو يعاقب على نيته والعياذ بالله. وهذا يشمل قطاع الطريق الذين يتعرضون للناس بالسلاح ويأخذون أموالهم، ويشمل البغاة الذين يخرجون على ولي الأمر، ويشمل الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويقاتلون المسلمين ويشقون عصا الطاعة، ويشمل في وقتنا الحاضر من باب أولى وأشد الذين يفجرون في بلاد المسلمين، يفجرون تفجيرات ويهلكون الحرث والنسل ويروعون الآمنين، هؤلاء أشد والعياذ بالله. وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ليس منا. هذا براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف هؤلاء يزعمون أنهم يجاهدون في سبيل الله وقد تبرأ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالخطر في هذا عظيم والخطب شديد، ولا يجوز حمل السلاح على المسلمين، لا يجوز حمل السلاح على المسلمين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ولو كان الإنسان مازحا، ما ولو كان مازحا ما يجوز له يشهر السلاح على المسلم من باب المزح، لأن هذا من الترويع، وربما يحمله الشيطان على القتل، أو أنه يتحرك السلاح ويقتل، يقتل المسلم تحرك بغير إرادته. وكثيرا ما يقع هذا، يجي يحرك السلاح ويمزح ثم يثور السلاح ويقتل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل الإنسان إلى الأسواق ومعه سلاح أن يضبطها، أن يضبطها ويأخذ بنصالها ويأمنها، وكذلك بقية الأمور عليه أنه يأمنها لئلا تقتل المسلمين. فهذا فيه الوعيد الشديد على من حمل السلاح على المسلمين حتى ولو كان مازحا، لا يجوز له ذلك. أولا لأن هذا يروع المسلم، وثانيا أنه قد ينزع السلاح ولو بغير اختياره ويقتل، وهو السبب في هذا. نعم.